اهلا بكم من جديد. صباح الخير، بحيي كل اللي رافقونا منذ بدايه حلقتنا واللي انضموا الينا الان كمان. بدي اقول لكم صباح الخير ويا هلا فيكم، وان شاء الله بتستمتعوا معنا خلال برنامجنا هذا الصباح. بدايه الفقرات كالمعتاد هي الفقره الرياضيه. هذا الصباح معنا كوتشين الحقيقه، بدي احييهم في الاستوديو، الكوتش محمد العادي والكوتش زياد الهور. صباح الخير لكما، واهلا وسهلا فيكم. من زياد أهلا وسهلا. أكيد يعني مشاهدينا إلى فقرة الصحة والنشاط والحيوية والرياضة، التمارين الصباحية، والكل بيستنى هذه التمارين لحتى يستمتع فيها. طبعا الكوتش الأول الموجود معنا هو طارق من زياد. أهلا وسهلا فيك. أهلا وسهلا فيك. يسعدك. طيب هلا اليوم ايش راح نحكي طارق؟ وبدنا نحكي لنا عن بعض التمارين الصباحيه، على ايش راح نتعرف؟ وبدنا نخليك بالصوت والصوره مع مشاهدينا ومتابعينا وتعرفنا اكثر على بعض التمارين الصباحيه. 100%. اول شيء يسعد صباحكم. حابين اليوم نعمل لكم فقره عن التمارين الرياضيه الصباحيه اللي ممكن نعملها احنا خلال يومنا. طبعا الصحه، تعرفين انه الصحه هي اساس كل شيء بالحياه. صحيح. فبنحاول احنا قد ما نقدر نوعي على هذا الشيء ونساعد المجتمع انه نخلي الصحه هدف اساسي موجود. فحابين نعمل تمارين صباحيه تساعدنا انه ننشط حالنا وبنفس الوقت نخلي الدوره الدمويه تشتغل بشكل افضل، يعني خلال فتره الصبح تحديدا، وان شاء الله ما نكون غير عن حسن ظنكم. تفضل. تمام تمام. نبلش اول تمرين اللي هي تمارين البوش اب. تمرين البوش اب اللي هو تمرين هوائي بيعتمد على وزن الجسم. نبلش فيه. أيوة. هذا أول تمرين. أوكي. والتمرين الثاني بدنا نبلش فيه اللي هو السكوات. ثلاث أربعة هيك من السايد عشان يكون مبين مظبوط. مبين من البروفايل. ثلاث أربعة وهي خمسة. تمام. هدول التمرينين أساسيات بدنا نشتغل عليهم بشكل يومي. مرة على مرة بصير الموضوع أسهل، ومرة على مرة بصير يعني التمرين البادي ويت تحمل أكتر. أيوة. صباح الخير. صباح. احنا حبينا نعمل إشي جديد ومميز. التطبيق العملي اللي عمله الكابتن طارق هو تطبيق خطأ، فاحنا بدنا نفرجيكم ما بين الصح وما بين الغلط وما بين الصح. حاليا بدنا نعمل كابتن طارق بوش اب التمرين الاول بالشكل الصحيح. بدي اقول ملاحظه. تفضل. لانه الكابتن طارق ما بيعرفهم. لا 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 لا. عشان طبعا هو كابتن. بالضبط بالضبط. لكن عشان نقول لكم انه في اخطاء احنا عاده بنوقع فيها خلال ممارستنا للرياضه. نعم صحيح. بارك الله فيك يا طارق انك يعني عملت الحلقه الحركات الغلط. تفضل. هلا نبين لكم الطريقه الصح. يلا. اوكي. نعمل استقامة كاملة بالجسم. تمام. وبنخلي الإيد مش زاوية 90، زاوية 45، بحيث إنه اللود كامل يتوزع على الجسم. ننزل الخصر لتحت، كمان نطلع وبننزل. طبعاً مع الحركة أو التكرار للحركة بنأخذ أكسجين، بنطلع أكسجين، نأخذ من الألف بنطلع من الثم. هذا بالنسبة للحركة الأولى. هيك التطبيق سليم 100%. الآن كابتن طارق الثاني. اللود على الإيدين والكتاف 100%. بحيث أنه استقامة الجسم ونأدي الأداء الصحيح للعضلة بحيث أنها تستفيد بأكبر نسبة 100%. الآن التمرين الثاني هو التمرين اللي بيغلط فيه العامية، أو خلينا نحكي هو التمرين الأساس واللي بتكون فيه أكثر الإصابات وأكثر المشاكل. حتى التطبيق بيختلف من طريقة لأخرى، لكن احنا نأخذ الأصح. تمام. فيهم كلياتهم. نعمل الرجلين الوقفة على استقامة الكتاف، بعدين نعمل ايدينا لقدام، ننزل زاوية 90 وبنطلع للأخير مع النفس بهذا الشكل. لا بنرفع رجلينا من وراء ولا من قدام، وبنفس الوقت بنكون مشغلين فقط العضلات المستهدفة من الموضوع. كأنه الواحد بوعد على الكرسي صح؟ إذا كان الموضوع مبدئيا نعم يفضل أنه يكون في إشي بحيث أنه إحنا يكون التطبيق تبعنا ما يأثر على أي مفصل أو على أي عضلة، تكون الأمور 100% زي إحنا بنشوف حاليا. طب بالحركة الثانية هو شو اللي قاعد بحرك الجسم؟ الركب؟ هلأ إحنا في قوة مقاومة للعضلات، احنا بننزل بوزن الجسم بنصعد بقوة العضلات. اوكي. فبكون الاستقامة لازم تكون 100%. ثاني اشي لازم الرجل تكون 100% من القدام ومن وراء من الوسط على الارض بحيث انه يكون الثبات،
والوقفة أهم شيء تكون على مستوى الكتف، ما تكون رجل قدام رجل وراء، أو يكون الاثنين لجوا بهذا الشكل، أو إنه لما ننزل نرفع رجل زي ما عمل الكابتن طارق بالتطبيق الأول. حلو كثير. هلا كابتن، يعني بجوز هناك العديد من الأخطاء الشائعة، نعم، اللي بقع فيها اللي بيلعبوا رياضة، وهلا من الضروري كمان جدا نعمل تمارين إحمائية قبل ما نلعب رياضة. طبعا. نعم. هلا شو بنحكي للناس؟ يعني هلا جزء من خلال كابتن طارق تعرفنا على خطأين شائعات عند اللي بيلعبوا رياضة. نعم. شو في أخطاء شائعة أيضا ممكن نوجه نصيحة من خلالك لمشاهدينا لحتى أيضا يتفادوا هذه الأمور، ممكن تعرض لإصابة لا سمح الله. أكبر خطأ ممكن أنه إحنا نواجهه بالجيمات، خاصة إحنا كمدربين، بفوت المتمرن مباشرة على التمرين بشكل دايركت، وهذا الشيء غلط نهائياً. إحنا لازم نزيد كمية الأكسجين، نهيئ الرئتين 100%، نهيئ العضلات، نهيئ المفاصل، بحيث إحنا نتجنب لا سمح الله أي إصابة. كذلك الأمر بكون الأفضل للتمرين نفسه. تماماً. حالياً إحنا بدنا نعمل أنا والكابتن طارق تمرينين مع بعض أو ثلاثة يكونوا صحيح 100%، منهم لنجز كمان. رجل اليمين أول. هذا الشكل. الرجل لازم تكون زاوية 90 ونقدمها زي هيك. بنرد نطلع الرجل الثاني. هذا تمرين شائع عنا بالنادي، وزي ما بنشوف الكابتن طارق بيعمله بشكل صحيح 100%. أحيانا بتكون في أغلاط، والأغلاط جدا صعبة. هذا بالنسبة لهذا التمرين. الآن عندنا نوع ثاني من التمرين، هو التمرين الهوائي. خلينا نحكي احنا فقط بنستخدم حركة هوائية. مثال على هيك نعمل جامبنج جاكس. إيدينا بتكون بالجنب بالشكل هذا، نطلع لفوق ننزل. طبعا التمرين هذا هو شائع جدا بتمارين الكارديو. خلينا نحكي هو بدخل نسبة كبيرة من الأكسجين على الجسم، وبساعد كمان إنه إحنا نخسر كمية كبيرة من الدهون. يعني ذكرتني بالتمارين اللي عم تعملها، وتقولوا تمارين الصباح. ذكروا اللي كنا التمارين نعملها على طابور الصباح في المدرسة. نعم نعم. فكرة تمارين كانت ممتازة. ممتازة وكانت جدا بسيطة بالنسبة لأعمارنا. نعم. يعني. هي كانت تمارين مناسبة لأعمارنا، ومناسبة إنه إحنا زي ما تفضل الكابتن طارق نرفع الدورة الدموية وننشط الجسم بشكل عام ما قبل الدخول إلى المدرسة. تمام. جميل. يلا كمل كمان. يلا يلا كابتن. سكوات. نسقو. يلا. واحد. بالضبط. احنا معلش اليوم دققنا على السكوات لانه هو اكثر الاسئله بتكون عليه 100%. هو يعني بنشوف احنا احيانا كمان ناس بتحط اوفر ويتس، وبس بده بيكون شاف مشهد معين او ريلز او فيديو او شاف حدا قدام بالجيم، ما بيعرف هو كيف طبيعه الحياه اللي بيعيشها، طبيعه الاكل، طبيعه الخطه اللي هو ماشي عليها. فبس التقليد الاعمى هو أسوأ شيء ممكن الانسان يمر فيه. كوتشات، في شيء اسمه ترند بالرياضه؟ لانه انا بحس في اشياء بتصير ترند، يعني نعم. انه سكواد ترند اللي بسموها هاي كل الجسم بتعرف اسمها بلانك مثلا ترند. بالضبط. في موضات بالرياضه كل فتره بتطلع وبتروح وبيجي غيرها. انا هيك عم بحس هلا هو اكثر شيء عم بنعمل هذول الشغلتين، وهم فيهم قوه تحمل. بالزبط. فالكل بيتجه لهذا الشيء بحيث انه يصل للمرحله اللي هو بيشوفها. تمام. زي ما تفضلنا التقليد الاعمى هو اصعب حاجه ممكن يمر فيه الانسان. خاصة كمان بدكم تعطونا تمرين هيك نهائي. طيب ني البوتش. يا اوكي تمام. الابدومينال، المعده كامله. المعده كامله هذا التمرين. والله ومبين سهل كمان. هلا هو سهل كتطبيق اولي، لكن هو على التطبيق البعيد والتكرار اللي بيكون صعب مش سهل يعني. طيب هي الميدان يعني. هاي الميدان بالضبط. الله يعطيك العافيه كابتن طارق. كابتن زياد شكرا جزيلا. يعني تمرين صباحيه رائعه خفيفه وجميله، وكمان ضروري حكينا عن الاخطاء اللي بقوم فيها الرياضيين. كل الشكر لكم، يعطيك العافيه. شكرا لكم. شكرا جزيلا لكم ويعطيكم.